مساحته باي على 4 في 12 تربيع. طب والفاي 16؟ الفاي 16 باي على 4 في 16 تربيع هيطلع 201. طب الفاي 18 باي على 4 في 18 تربيع 254. طب الفاي 20 باي على 4 في 20 تربيع هيطلع 314. طب الفاي 25 يطلع ب 491 وهكذا. فانا استخدمت في المثال ده فاي 18 ورحت قسمت ال 1390 على اي 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 فرد صح، عشان اللي بيسال يقول انت استخدمت على ايه يا عم براحتك، استخدم اي رقم فاي 16 فاي. المهم ان العدد ده يطلع من 4 تسعه ل 4 تسعه 5 6 7 8 كده يعني. المهم ان العدد ده طلع 6 فاي 18، هو طلع بالظبط 5.8 من 10، فانا رحت قربته خليته 6 فاي 18. حلو الكلام. يبقى انا كده جبت ايه، جبت الحديد. هروح اقول للدكتور تعالى بقى ارسم الكاميرا. لما نيجي نرسم الكاميرا، الكاميرا هتبقى بالشكل ده كده، دي هتبقى 250 المسافه دهيت اتفقنا مثلا ده 35 مللي ودي 665 او كانت 565 ماشي، ودي كلها كانت كام؟ ديت كانت 600 مللي واخد بالك، وديت الكاميرا. ممكن نحط بقى داخل الكاميرا ايه كان بالشكل ده كده اهو كان، ونقول له هنا في حديد جبناه بست سياخ، ادي اربع سياخ اهو، ادي سيخين فوق اهو، دوت 6 فاي. كان نفسي امتعكم برسم الحاجات ديت بس للأسف الدنيا وقفت. ممكن نحط هنا سخين حديد ثانوي 2 فاي 16 مثلا، وهنا الكنات نحطها 6 فاي 8. كل الكلام ده هيجي فيما بعد، بس هو اللي يهمنا ان احنا جبنا السمك وجبنا الحديد، هو ده التصميم. التصميم ان انا يا شباب اجيب السمك واجيب الحديد. حلو الكلام. في امثلة بقى تانية في الورق بنفس الكيفية. انت خلاص عرفت الطريقه وعرفت المبدا، واللي عرف المبدا خلاص الدنيا سهله معاه ان شاء الله. طيب كده بالشكل دوت احنا حلينا الشباب الحاجه اللي الدكاتره اللي الدكتور والمعيدين حلوها معاكم في المحاضرات والسكاشن بالتفصيل. اخد بالك اللي انا بشرحه في الفيديوهات بعد اذنكم هو اللي تذاكروه وتاكدوا عليه، واخد بالك، لغايه لما نتقابل. لو الترم فضل اونلاين يبقوا ما تذاكروش الا الحاجات اللي انا قلتها لي، واخد بالك، ما تذاكروش الا الحاجات دي. ليه؟ لان دي الحاجات اللي اتقالت في المحاضرات والسكاشن بالارقام. ممكن تلاقي في الورق في مثال زياده، اللي هو مثال مثلا من الشيت او من امتحانات سابقه او كده. لا، هو لو الدنيا فضلت اونلاين هتبقى الدنيا ايه بسيطه على قد المحاضرات والسكاشن، فتركزوا على المسائل اللي انا بركز عليها دي. ناس تذاكر وتشد حيلها وربنا يوفقنا جميعا. اللي عنده اي سؤال اي مشكله يسالني، وانا عايز المذاكره اول باول. النصيحتين دول خدوا حوالي 20 ميجا على فكره. ماشي، يلا مع السلامه. السلام عليكم.